لبروكانت فيك تتبرع وفيك تشتري. لبروكانت هي ضمن جمعية أركانسيال اللي من خلالها فيك تتبرع بفرشك القديم وتشتري فرش مستعمل بسعر مقبول. لبروكانت بتعيد تدوير 800 قطعة فرش بالسنة اللي بيساعد بتخفيف نفايات والتلوث وخلق وظائف لأكثر من 40 شخص، 50% منهم هن أشخاص ذوي إعاقة بيأدوا دورهم بالمجتمع بشكل فعال. بس يوصل فرش على معمل لبروكانت بينفرس وبينشغل من قبل نجارين ومنجدين ليشتغلوا على ترميمهم أو إعادة تدويرهم لإعادة استعمالهم. بعد انفجار بيروت لبروكانت برعت بفرش لأكثر من 500 بيت تضرروا من الانفجار وساعدتهم بتثبيت أكثر من 8100 فرش مكسر. كل ما تتبرعوا بفرش أكثر للبروكانت كل ما تساعدوا بزيادة فرص العمل وتساعدوا عالم أكثر يفرشوا بيتهم بأسعار مقبولة.